سيدي. شو في درموش؟ حاولت اني اعطيكي تليفوني. هات. ضل عم يرن وقت كتير طويل، فكرت في شي ضروري. شو هاد التلات مكالمات؟ شو القصة يا ترى؟ بتحبي تشربي اي شي؟ لا درموش. بأمرك سيدي. ماما؟ يوركام؟ انت بخير مو هيك؟ ايه انا منيح، وينك هلا؟ اتصلت فيك كتير، انت ما عم تردي دايما. ايه بعرف حبيبي، بس كنت مشغولة كتير اليوم. انت وينك هلا؟ طمني منيح ما هيك؟ بمحطة البنزين نحن. بابا جوا هلا. انا كان بدي اياكي تقابلي حدا، منشان هيك اتصلت فيكي. مين يلي بدي اقابله؟ جينا لمونتريال كم يوم منشان شغل بابا، وانا رحت لمحل امريكان اصليين لبين ما يخلص شغله. المحل كتير حلو ماما، في كتير شغلات حلوه. وقابلت شخص هندي هنيك كمان. هيك لكان حبيبي. ايه كنت رح اعرفك عليه ماما، طلع مثل ما قلتي لي هن بيشبهوا الشعب التركي. الشعب التركي قصدك؟ نحن؟ ايه نحن. شوفي ماما، اشتريت لك هي من المحل. كتير حلو حبيبي. شكراً كتير، شكراً كتير يا عمري. إذا قدرنا نجي هالصيفية رح جيب لك يا معي. اشتقت لك كتير ماما، بس إذا ما قدرنا نجي تعالي أنت لو سمحتي. وأنا كمان كتير اشتقت لك يا عمري أنت، وبتمنى لو بقدر أجي. بس أنت بتعرف ماما. ماما بتصل فيكي بعدين، بابا جاي، ردي لما اتصل. تمام تمام، بوعدك اني رد. تمام. يا ريت لو فيني اجي يا عمري، يا ريت لو بقدر. العميد تومريس معك، تفضل سيدي. سيادة العميد، لازم نسلم لي ضروري. قلت لازم نسلمه ضروري؟ سيدي نحن لسه ما قدرنا ناخذ ولا معلومة منه. تومريس، انتهى الموضوع، المهلة القانونية خلصت. سيدي حتى لو خلصت المهلة، بس نحن يا دوب نعرفنا كم اسم وكم خطة، وكلنا بنعرف انه بيعرف كتير امور فلازم نعرفها منه. بعرف هالشي سيادة العميد، وانا كمان ماني مبسوط، بس ما فينا نعمل شي تاني، لازم نسلمه للسلطات المعنية، هذا كل شي فينا نعمله. وهنن بيعرفوا شغلهم، بياخدوا اللي بدهم اياه بساعتين. اعملوا التجهيزات اللازمة. حاضر سيدي فوراً.